جيجا في الماتش كنا نستاهلوا اكثر من اكادير مي بون الكره هي هذه خصنا نزيدو نخدمو بون شونس دوز ايكيب. شنو مستقبلك مع الفريق؟ مستقبلي مع الفريق انا مدرب الفريق ومازال 15 ماتش. اهداف مسطر مع الفريق نسوفيو ليكيب. الماتش الجاي خصنا نربحو في الدار ديالنا ما كاينش حاجه اخرى. شنو رساله توجه للجماهير الطنجاويه؟ الجماهير عارفين الرسالات كلهم خصو يكونوا معنا يصفقوا علينا ينوضوا لنا الراس فهمتي. اللي كيبغي الفريق ديالو بصح يعاون حتى النهار الاخر في النهار الاخر ديك الساعه نتحاسبوا واخا. شكرا.